أطلق عدد من المؤسسات والجمعيات حملات للتبرع بالدم للفلسطينيين من المصابين خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أطلقت حملة مؤسسة راعي مصر للتنمية حملة بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة بالجيزة، إلى جانب حملة لجمعية الوفاء لمصر بجامعة القصر العيني بالقاهرة، فضلا عن حملة أخرى أطلقتها مؤسسة شفاء الأورمان بجامعة مصر علوم والتكنولوجيا بالجيزة. كما أطلقت نقابة المحامين بمطروح حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى حملة أخرى أطلقتها جامعة طنطا.